çok seviyor musun? Güzel. يلا سيري دوري لي مع راساتك لعبي مزيان قال قزم قلقه يا قلق قلق قلقه يا رياجم بابايم تي هذه قال بابي بير اكي ات قلق شوفوا الكحل اختي دابا غادي يبدا دابا السون فيزاج ديالي صراحه انايا ما كنحسش بزاف ديال الحوايج على وجهي كنرد البال بزاف في الترطيب حيت وليت معتمدة على واحد روتين دبل كلانسينغ اللي هي الغسول المزدوج غير بالليل ما كنديروش بزاف كنديرو غير مرة واحدة صراحة زوين بالنسبة للبنات اللي عندهم نقاط سوداء ولا البنات كيديرو مكياج ولا البنات اللي باغيين يلقاو نتيجة زوينة الوجه ديالهم يكون صافي أكتر المهم بصراحة مبتعوداش أنا على النساء شنو كيدمع ليا عويناس الناس خصني غير سبب بدا نبكي أوي تسطي هادي نبداو بالسوان فيزاج ديالنا نغسلو أختي يدينا مزيان أجي نحط ليا واحد الحبة راه باينة هاهي تحت الجلد هادي كتاخد وقت طويل باش انها تمشي وعشان البنات واحد الوجع ميمكنش اول حاجه نبللو انا كنستعمل الجيل اللي كيداس البشره ديالي واول حاجه نديروها باش نحطو على يدينا هو الاول عاد باش نابليكيو على البشره ديالنا وحاولوا ما امكن دائما تركزوا على الاماكن اللي كيكون فيها الوسخ بزاف دابا كنوريكم غير الغسول العادي انا حتى العشيه علاش كندير الغسول المزدوج ماشي دابا دابا شي ايام الصراحه وانا كندير شي اشهر انا كندير هاد الطريقه وإلا لقيت فيها ريزولتا غادي نشارك معكم ان شاء الله كيما اي حاجه كنبغي نشارك معكم هنا في القناه الا كنلقى نتيجة فلكم مزيان مثل هاد البلايص وهاد البلاصه كيكون فيها بزاف النقط السوداء اهم حاجه ما تنساوش العنق ديالكم حتى هو انكم تغسلوه شوفوا العنايه بوجه ضيعه شي حاجه اللي بسيطه جدا الا بغيتي تلقاو غسله زوينه راه غير طريقه الغسل كيفاش نغسلو الوجه ديالنا راه كنلقاو فيها نتيجه زوينه كيف ما وريتكم حاول ما امكن ديما صباح وعشيه تركزوا على الاماكن اللي كيكون فيهم الوسخ شوفوا هاد اللمعه اللي كاينه في النيفه البنات شوفوا بحال تقولوا نقينا لي بوان نوار الطريقه ديال الغسل كتختلف بزاف كتعطي نتيجه زوينه مثلا انا كنفرك هاد البلايص بزاف هنا وهنا ديروها تونر بهذا الشكل ما حدوتي باقي فازك انا نحط الهيالورونيك اسيد عمركم تحطوا الهيالورونيك اسيد على وجه ناشف دائما وجه يكون سالت شويه كريم تحت العين حاولوا ما امكن انكم تاخذوا كريم اللي كيكون القوام ديالو ساهل التدليك يعني ما يكونش داك القوام القاصح
سورتو بزاف اللي عندهم الحبوب تحت العين، داك الحبوب اللي كيكونوا تحت الجلد كيكونوا في هاد البلايص، دائما اختاروا الكريم يكون خفيف، القوام ديالو خفيف وسهل باش انكم تابليكيو على تحت العين ديالكم. انا كنحاول ما يمكن ناخذ شي مرطب يكون فيه فيتامين سي، هكا اون طون يرطب لينا الوجه ديالنا مزيان، كيكون الترطيب ديالو عالي. ما تنساوش العمق ديالنا حتى هو، ما تنساوش ترطبوا الفم ديالكم، حاجه اللي ضروريه البنات. صافي البنات، حنا جمعنا الدنيا، كلشي نقي. سبيراتور البارح دوزت الصراحه، ما غاديش ندوزها اليوم، غير هو من كنحلو الشراره بصراحه كتدخل غبره كثيره. وصافي البنات، المهم هنايا هاد الطب ديال الطبله نورمالمون كيوصل حتى لهنايا، ما حيدته على ودي سرويا حيت بعض المرات كتمشي تجر هاد سميتو، كتمشي تجرو وكان خاف يطيح عليها شي حاجه، بعد ما كتشوف التليفون باغا تاخذوه ولا كتشوف الشارجور، المهم اي حاجه راكم عارفين في هاد لاج ديال الرويا. وصافي المهم هنا بدلت الديكور شي شويه، حطيت هاد بدلت هاد الصينيه اللي كنت حاطه قبل حيدتها، حطيت هنا البخور اللي كيبان صراحه زوين، خلاص الوريدات صراحه عاطين واحد المنظر زوين، وهادشي اللي كاين كبيدات ديالي. وخلاص هنايا البنات، هادو كانوا ورا هاد البلاكار اللي باقيين تعقلوا. بعد ما جبت البلاكار لهاد الجهه هكا كيف ما شايفين معايا، درت هادو هنايا صراحه جا ديكور زوين هكا، فين تصوري فين دي فيديو صراحه زوين. هنايا البنات البارح صبنت الفويطات ديالي كاملين، شوفوا راه حاطه النصهم برا حيت هاد اليومات البنات الجو غزال، عرفتي الشميسه كتحرق، عرفتي راه ما يمكنش واحد السخونيه، يا سلام. ما حطيت هنايا كاع الشراشف والبنوارات الفواطي، تقريبا كل اسبوع كنغسلهم ديال الطوايط، حاشاكم ديال الدوش ديال المطبخ، كل شيء البنات كنحط لهم الخل، نحط لهم الصابون ديالهم ونحط لهم هكا الجل باش تعطيهم الريحه. اليوم ان شاء الله المنيو ديال الغدا ديالنا غادي يكون برجر. اختي الراجل قال لي خصك دير لي بحال هاد البرجر، بحال هذا كيف ما في التصويره قال يدري ليا، اليوم شهي علينا السيد. وهنايا جبت هاد الخبيزات ديال البرجر صراحه زوينين، السمسم الفوق الزنجلان صراحه كيجي زوين. اليوم نديرو لختي برجر، نديرو التغيير ايضا، لا غير الماكله ديال الدار، الا خرجنا برا كنشربو غير اتاي صافي، ولا ما كنشربو والو الصراحه، كنمشيو غير ندورو على قبر اليوم، نبدلو حنين الجو، نبدلو النفسيه. واليوم قلنا باش يكون تغيير ما يكونش ديما نفس الحاجه، نديرو اليوم برجر بحال ديال برا ونشوف كي غادي يجي. المهم هنايا من بعد ما سلقت البطاطا حتى جات فيها الغليه الاولى، يلا غادي تبدا تغلى وانا نحيدها، باقي كتكون شاده في راسها. انا حطيت لها مليحه، غادي نحط نص نص، ما تحطوش الا كانت كميه كبيره، ما تحطوش كامل باش ما تعجنش ليكم، وهاد الطريقه باش البطاطا ما تشربش الزيت، تكون بحال ديال برا اللي كنشيو برا ولا اللي كناخذو من لي كونت سورفاس. وهنايا البنات الحيمه ديال البرجر، ما غادي نديرو دبل برجر، غادي ندير البنات دبل الحيمات بجوج، عوض ما ناكلو الخبز بزاف عكتو شويه اللحم، ومدرت على هذا الشكل باش هكا الشكل مرتب. وصافي هنا البطاطا ديالي قربت تطيب الاولى، والثانيه غادي نحطها واحد شويه الجبن ونحطو اللحم، وعاد باش عرفتي نحطو الجبن ونحطو عوض الحيمات هذا الشكل، الخبز كورنيشون ترا نحطو، نحط له عليه بزاف حيت كيحماق عليه الشكل، نحطو مطيشه والخبز، وعندنا دبل برجر ديالنا نفس الحاجه بالنسبه للاخرى. صافي جيت بغيت نقول لها على الراي ديالك، شوفوا شوفوا انا شوفوا هذا فين البرجر ما شاء الله بتضيق على المرقه صح؟ طيب بلاصه هي مرة المغربية ولا بلاش؟ ايوا كيجينا كخي. سلم لي هذيك عشقي. الراجل اختي شتي الكرش؟ لا الراجل غير عمري لي الكرش ديالو والله. غتسمعي احلى كلام من عنده. الحق يتقال. باستا باردة. عليك يدير بانكيك. ها؟ تعبير؟ عندك.
Bu biraz buna yaklaştı. Kameralar önünde çalışamıyorum. Değil mi? Evet. Ali bir gömel pankek, Ali hesap Ali. Ne hikaye kıl. Hoppa. Pankek diyel Ali kamil miskin. شي مقطع الدين شي مقطع ليكم علي طالع من الحرب ما كاين مشكل نص خضار نص هذا شو كان اسمه طيب ضروري اول شو كان اسمه اول مره كيدير بانكيك قالت لكم امي اختي هكا وجدت راسي خفيف ظريف المهم بكيت هكا الشعر ديالي تخليو تحت كومونتا كيف جاكم ما بداش هكا كنت شويه لوك خارجين انا وعلي ورويا وصافي هادشي اللي كاين كوبيلاش ديالي المهم شاكش معكم حاولت نشارك معكم الصراحه النهار ديالي كيف داز المهم شوفوا المكياج اختي المهم اليوم لعبت غير على لوينات خفاف فوق عينيا ما اللي عجبني هو الايلاينر الصراحه طلع هاد المره غزال فوق عيني درت هاد البنات غير اللون الماغون واحد لون ذهبي فاتح بحال بيض وصافي شويه ديال العكر ما بين العكر الصراحه دايره الكونتورين هنايا في البني وهنا في الوسط بني خفيف وفي الوسط دايره تقريبا الغوز ما بين الغوز والموف المهم لون فاتح الصراحه مشات حجبانين وصافي هذا الشيء اللي كاين هذا هو اللوك صراحه خفيف ظريف لابسه هاد القويمي جا هكا في الخضر وهاد السريوين كيجي هكا صراحه زوين كيجي في اللبس زوين قلت اليوم نديرو كومبين مع هاد القويميجه من شحال هادي ما بقيتش لبسه مستمره وحده منين خديتها وصافي هذا ما كان كبيدات ديالي يلاه خليكم معايا هاد الايام هادشي سيمانه وني كنخرجوا غير مره في السيمانه صافي داك اللي كنديو الرويا الجريده اللي حدانا اما صراحه الخروج ولا قليل حيت صراحه كاين بزاف ديال الحوايج هاد الايام خدام عليهم وداك الشيء فمابقيتش ليا كنخرج بزاف فاغلب الوقيته ديالي كتكون صراحه في الدار كندوز الوقت ديالي في الدار ولا كيعجبني الحال انني نبقى في الدار اكثر ما نخرج ما عرفتش علاش كل مره وانسان صح الصراحه كيتبدل قبل كان عزيز عليا اني نخرج بزاف نبقى ندور مي دابا وليت كنفضل صراحه نبقى في الدار مع بنتي نلعب معاها ندير لكم الريل في الانستغرام مثلا غنخلي لكم هنايا بعدا الانستغرام ديالو غتلقاوه ديما كاين في الديسكريبشن البنات ديما كاين في صندوق الوصف مرحبا بكم في الانستغرام ديالي دخلوا تما كي كنشارك معكم اليوميات ديالي نتواصلوا ان شاء الله باغ ميساج ليا الراي ديالكم كيف جاكم اللوك ديال هذا النهار واش عجبكم ولا لا كنجمعت الشعر ديالي الفوق صراحه كنجي احسن ومع الرويه باش ما يتعذبنيش خذا الشعر بقى هكا مولور بوكلي صراحه جا زوين وهذا هو الكومبين اختي صراحه ولا كيعجبوني بزاف هاد السريوات اللي كيكونوا هكا عراض كيجيو زوين مع كلشي تمام غنمشي للمول عاشو الدنيا راه مايمكنش عامره مع دايرين داكشي ديال الالعاب ديال راس السنه مالي هادي الحبه كنت هنا من حاجه كتخرج ليا حاجه تهنيت من الخمشه تهنيت من الخمشه هادي دارت ليا الرويا خرجت ليا حبه تحت الجلد نعم علي قلت له هذا المري والله ما عرفتش كنشوف هذا سوج الله المهم جينا هنايا المول قطه قطري طالعه في الدروشو جاكيت تندخلوا للسانسور ونحيد اجي يلا نلحقوا يلا كيف كيف عاجز سربي 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 هنا جينا ناخذوا هاد المسوكه العالي على ودي الطوموبيل صراحه ناش هادي احسن كاين بزاف ديال الانواع كاين هادي زوينه الصراحه حيت فيها هاد اللعيبه من تحت كتاخذ الهواء وكاين هادي وكاين هادي كلهم نفس الثمن تقريبا صراحة زوينة عجبان هاي لولسون صحة وراحة لسه كان لازمك مخالفة يلا يلا شوفي نعم لسه كان لازمك مخالفة ناري عشي ما يمكنش يلا ريع قزاز شوف القرينات يا اختي الله يحفظها ما شاء الله تبارك الرحمن نية كظم نية شكرا حبيبه ديال ماما جات عندي هي وباها كيدير غير مصايب ماريا شوف نعاود ليكم جات عندي هي وباها ياكو جات عندي شي بنت ما عرفتش كيفاه اني كركتون قالت لي انا خفت بزاف قلت لها شكون اللي خوفك قالت لي هاو هاو خلع واحد الكانيش صغير واخا عليك واخا عليك
بنتي خافت خصني نعطيوها الماء بنتي حطها هنايا صافي بنتي الحبيبه صافي صافي بنتي كنت قلت لي راه السو يتمز لازم طبي اونلاين علمهمز لازم علمهمز لازم كوركاس انا رجعت لكم ميم دخلت الواتسونس خديت واحد الغسول زيتي كان خاصني وخديت واحد المهم ندخل تمشي ان شاء الله للدار ونشارك معكم كاملين وهادشي اللي كاين شوفوا الرؤيا جينا ناخذوا لا بيلات على ودي تران تحت وداكشي نلعبوها وما ما كاين حتى شي حد حنا نشوفوا تحت نرجعوا عندهم نقول لهم راه ما لقينا حتى شي حد لتحت قبل كنت من ديرك ولا ليو كيو ديرك يا اخي هاكشي تاكيت البنات ما تديوش اخشي على الرؤيا كاينه ورايا ما غاديش نشارك معكم واش الشريش ديالي شنو خديت انا مخلص هذا ديجا شتو صراحه جربناها لتحت والله الا واعره 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 خديت البنات هذا السينيال هذا البنات اي وحده عندها كتشرب قهوه بزاف بحالي مثلا وليت كنشرب صراحه قهوه ضروري النهار نشرب قهوه كتشرب قهوه اتاي بزاف المهم سنانها شويه صفرين صراحه هذا زوين البنات اول حاجه كينقي مزيان وكيبيض سنينات كيبيض مع الوقت طبيعه الحال والمداومه وانا خلص خديت هذا هاد التمييز ليا الغسول الزيتي تم بعد ان شاء الله ونشارك معكم ميثود اللي كيديروا الكوريين باش انه البشره ديالهم تكون مع وتكون صافيه فهذا هو السر البنات اي بنت عندها لي بوان نوار وجهها ما فيش النضاره ما كاين معش شي حاجه هذا هو السر ديال الكوريات وهنايا البنات خديت هاد الجلوس نتمنى نوريكم خديت هاد الجلوس من جولدن غوز واعر البنات الصراحه اللون ديال بعدا هنا كيبان غزال وخلاص هنايا خديت هادو خاصيني وخديت هنايا هاد الباليت الصراحه فيه كاع الالوان هكا اللي ماشي مشعشعين عاوتاني المهم خلط الالوان اللي كيجيو مع اي لبسه صراحه غزال ما باقي ما جربتش منه تنجرب ان شاء الله ونقول لكم واش واش الالوان ديالو هكا قاصحه وواضحه ولا لا المهم صراحه الالوان ديالو زوينين وصافي هادشي اللي كاين البنات هذا هو الفيديو ديال هذا النهار كنتمنى ان شاء الله نكون على حسن الظن ديالكم اختينا هذا اللوك ديال هذا النهار عجبني بزاف بزاف خليتكم على خير تنتلاقاو ان شاء الله فيديو الماجي ما تنساوش تحت الكومنتات تخليو الدعوات ديالكم زوينين والكلام ديالكم الرائع وشكرا لكم بزاف بزاف يلا تصبحوا على خير.